يلا بينا يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد lesson 2 في الكونسبت التاني ل grade 4 اللي هو concept 1.2. اوكي يلا بينا يلا بينا يا شباب. الدرس ده سهل قوي، تمام؟ تعالوا بس نفتكر حاجة مهمة قوي. خدنا الدرس اللي فات ان احنا عندنا اربع سوري 5 سنس، خمس ايه حواس، خمس ايه حواس. استاذنكم هنخلي الاسئله للاخر، اللي عنده اي سؤال مهم يكتبه على الشات عشان مش هنفتح النقاط دلوقتي عشان الدرس طويل شويه بس حلو خالص، تمام؟ طيب يلا بينا يلا. اوكي بسم الله، هقفل بس المايك كده اوكي عشان محدش يفتحه في النص، تمام؟ طيب خدنا 5 cents، مين هما؟ ها جمعتهم في كلمة ايه؟ تي تي اس اس اتش، صح كده؟ تي تي اس اس اتش. مين هما تي تي اس اس اتش دول؟ دول السنسز. يعني ايه سنسز؟ حواس. تي تاتش، التانية ها ها حد فاكرها؟ تيست. برافو برافو يا ريتال وبرافو يا جودي. ها الاس دي، ها حد يكتب بسرعة، مين هيبقى شاطر الأول؟ ها برافو يا عليا. سميل. برافو يا جودي. الاس التانية سايت. فين الشباب التانيين؟ الاتش مين؟ ها الاتش مين؟ ها عليا برافو. برافو يا جنى. hearing. برافو يا عمر. hearing تمام. اتش دي ايه hearing، حلو كده، حلو تمام قوي تمام. لحظة واحدة يا شباب، معلش ثانية واحدة. يبقى احنا عندنا قلنا 5 senses: touch, taste, smell, sight, hearing. دول ايه السنسز؟ طيب ال organs، ايه الاورجانز بتاعت السنسز دي؟ فهقول عليها السنسوري اورجانز. هقول عليها ايه؟ السنسوري اورجانز، تمام؟ السنسوري ايه؟ اورجانز، تمام؟ مين الاورجانز؟ مين الاعضاء؟ مين عضو التاتش؟ ها مين اشطر واحد يكتب بسرعة؟ ها مش يا ريتال، انا عايزة التانية. برافو يا عليا، برافو يا جانا، برافو يا ريتال، ايوه كده. سكن. برافو يا جانا. سكن مين عضو التيست؟ مين السنسوري اورجان اوف تيست؟ ها برافو. مين قال ايز؟ ومين يقول ماوس؟ لا تونج. تونج لسان. تونج تونج، مش اكتبه تونج، تمام خلاص. طيب سميل. سميل برافو يا عليا. ها برافو يا عمر. برافو سميل السنسوري اورجان. برافو يا جانا. برافو يا احمد. نوز. برافو يا جانا. برافو يا بيرهان وهايدي. برافو يا مريم. نوز. السايت. برافو يا معاذ. ها السايت مين؟ برافو يا عمر. ها برافو يا جودي. لا يا ريتال، السايت الاورجان نفسه اسمه سي. ها برافو يا شباب، برافو عليكم. اي تمام. هيرينج يعني ايه؟ هيرينج سمع. مين؟ برافو يا عليا وعمر. برافو. ها برافو يا بيهان وهايدي. ايز. برافو برافو يا جودي. eyes تمام. sorry ears، اللي بقوله ده ears، sorry ears خلاص ears sorry تمام. حلو قوي، عرفناهم عرفناهم، جميل قوي تمام. يلا بينا. اوكي تعال نبص على البيكتشر ده. هل human can see everything clearly inside a dark room؟ الانسان can see everything، يشوف كل حاجة جوه dark room. برافو يا جانا، برافو يا عليا. ها
مين تاني يا شباب؟ ها برافو، برافو يا عمر، برافو يا ريهان وعيد وجودي، برافو. فاهم يا روان؟ متقلقيش احنا لسه بادئين. اوكي يبقى ايه؟ ها يبقى غلط. طيب an owl can see its prey in the dark during the night time. ال owl تقدر تشوف الفريسة بتاعتها بالليل. ها صح، ال owl هي البومة. فاكرين لما قلنا ايه؟ انت ده انت بومة، وانت قاعدة سامعاني بس وشايفاني بالليل لما نجي من الشغل، صح؟ تمام، حلو قوي. تمام، بيقول لي ايه؟ you can hear، تقدر تسمع، تمام، ايه the noise of something، تسمع صوت حاجة moving through darkness، تقدر تسمعها وهي في الضلمة. even you cannot see it clearly، حتى لو انت مش شايفها بس تقدر تسمعها. تمام، انت بالنسبة لك كده. some animals، في animals اسمها ايه بقى؟ ها نركز في الاسم ده، nocturnal animals. اسمها ايه؟ nocturnal animals، حيوانات ليلية. بتعمل ايه؟ دي بتعب بالليل بقى. انا بتاعت الليل يا باشا، انت بتوع النهار، احنا بتوع الليل. look out, look for، بتدور على الفود بتاعها at night، بالليل. يبقى ال nocturnal animals دول ايه؟ they are animals that become active، اللي تبقى نشيطة at night to look to their food، to look for their food، عشان تدور على أكلها. تمام، يبقى مين ال nocturnal animals؟ they are animals that become active at night to look for their food. تاني، مين ال nocturnal animal؟ هعيد آخر مرة، they are animals that become active، هتبقى active، هتبقى نشيطة امتى؟ at night، ليه؟ عشان تدور على أكلها. يبقى they are animals that become active at night to look for their food. مين ال nocturnal animals دول؟ هنعرف. تمام، طبعا عرفنا الأول، أول واحد منهم هي البومة. تمام كده. طيب أيوة يا دكتور، يعني فاهمين؟ أنا مش فاهمة ليه هما active بالليل، اشمعنى؟ هقول لك في ثلاث أسباب. تعال أقول لك إيه هما الثلاثة. أول حاجة، إن في الحتة الحارة قوي، in extremely hot places، حتة حارة قوي، فحسن وقت إن هما يدوروا على الأكل فين؟ بالليل. ليه؟ عشان بيبقى أسقع شوية. إحنا بنبقى الصبح أسخن ولا بالليل؟ الصبح، صح؟ فبالليل أحسن. يبقى in extremely hot places، في المناطق الحارة قوي، the best time to look for food. look for يعني يبحث عن، اكتب في الكشكول يلا، لو محدش كتبها لي وبعتها لي على الواتساب هو حر. look for يبحث عن، look for يبحث عن، look for يبحث عن، ونايت يعني ليل، بالليل نايت، مش بقولك جود نايت، بالليل نايت يعني ايه؟ ليل او بالليل. يبقى لوك فور يبحث عن، نايت بالليل. يبقى في الاكستريملي، يعني ايه اكستريملي؟ جامد. اكستريملي يعني قوي. الهوت بليسز، المناطق الحارة قوي. the best time يعني ايه best؟ احسن، يعني ما اقول لك you are the best، انت احسن واحد. the best time to look for food امتى؟ night time، الوقت اللي بالليل. when it is cooler، يبقى ليه احسن وقت بالليل؟ because it is cooler، اسقع. يبقى ليه احسن وقت؟ because it is cooler، اسقع. تاني حاجة، تاني، ادي اول سبب. عرفت ليه why do some animal become active at night؟ هيجيب لك مثلا give reason owl become active at night، مثلا ليه؟ ها في ال extreme hot places the best time to look for food is night time. تاني حاجة، some animal، بعض الحيوانات، hunt food، بيصطاد اكل، that only available at night. يعني انا دلوقتي، انا كرانيا بحب اكل ايه؟ ايه مثلا؟ الفراخ. الفراخ دي ما تبقاش صحية غير بالليل مثلا،
فانا هضطر اصطاد امتى؟ بالليل. يبقى some animals hunt food that is only available at night. في مشكلة في دي؟ يبقى خدنا من اول الدرس عندي animals اسمهم ايه؟ nocturnal animals. ال animals دول اللي ممكن يكون active at night. ليه هم active at night؟ لو حتة حر قوي يو extreme hot places يبقى best time to look for food is ايه؟ at night. ليه؟ because it is cooler اسقع. Some animals hunt food. بعض الحيوانات تصطاد الأكل. الأكل ده ماله؟ Only available at night. يعني ايه available؟ متاح. الأكل ده متاح فقط بالليل. يعني مثلا تعبان عايز ياكل فار، الفار هتلاقيه صاحي بالليل، فهيضطر التعبان ده يبقى موجود بالليل. تمام. يبقى حيوان nocturnal، حيوان ليلي. تمام. ثالث حاجة بيقول لي some animals depend on، اكتب عندك hunt يعني يصطاد، برافو. depend on يعني ايه depend on؟ اكتب في الكشكول الكلمة دي تتكرر كتير. يعتمد على، depend on يعتمد على، depend on يعتمد على، يعتمد على ايه؟ على ال darkness. على ايه؟ ال darkness الضلمة. to hide from their prey. بيقول لك ايه دلوقتي؟ يجي مثلا التعبان مش عارف يصطاد الايه، التعبان مش عارف يصطاد الارنب، تمام، ولا يصطاد الفار. تمام. ليه؟ لان الفار بيشوفه، فالتعبان يقول ايه؟ اه ما بدهاش بقى، ده انا اجيله بالليل عشان ابقى اعرف استخبى منه ما يشوفنيش. تمام. حلو قوي. تمام. يبقى نقول تاني من الأول إن أنا عندي حيوانات اسمها nocturnal animal، دي بتكون active at night. طيب ليه active at night؟ ممكن ثلاث حاجات. لو هو في hot place يبقى أحسن وقت إن هو يلاقي فيه إيه؟ الأكل في النايت تايم. تاني حاجة إن هو يصطاد فيه مثلا، في أكله ما بيكونش موجود غير بالليل، يبقى some animals hunt food that only available at night. تالت سبب إن some animals depend on darkness، يعتمدوا على الظلمة to hide from their prey، يستخبوا من الفريسة بتاعتهم and surprise them. يعني إيه surprise؟ يفاجئهم، يفاجئهم. معنى nocturnal animals حيوانات ليلية، حيوان بتاع بالليل، حيوان ليلي، ما تلاقوش الصبح كتير، تلاقيه بالليل أكتر. تمام يا شباب، قولي يا عمر. قولي يا عمر. ممكن بس تعيدي من عيدي. الأول، قصدي اللينك ليه؟ خرج بيا. طب ما انا عيدته تاني وانت موجود اهو. عيدته تاني والله، انت عمال ترفع ايدك وانا عمال عيد. عيد آخر مرة؟ آخر مرة. قلت إن أنا عندي الحيوانات الليلية اسمها nocturnal animals بيكونوا active at night. تمام. طب ليه هم active at night؟ ممكن ثلاث اسباب. لو هو في extreme hot place، مكان حر قوي، يبقى احسن وقت the best time to look for. يعني ايه look for؟ يبحث عن، يبحث عن الاكل امتى؟ بالليل. ليه؟ عشان بالليل اسقع شويه، because it is cooler، اسقع. تمام. طيب تاني سبب some animals hunt food، بعض الحيوانات بتصطاد الاكل امتى؟ الاكل بتاعها ده only available at night، متاح فقط بالليل. تالت سبب ان some animals depend on darkness، بعض الحيوانات تعتمد على الضلمة. ليه؟ to hide from their prey and surprise them، عشان تفاجئ الفريسة بتاعتها وايه؟ وتصطادها. تمام؟ واضحة يا عمر؟ قولي يا ريتال. ميس هو ميس اللي هو سربرايز ياكلها فجأة، ولا سربرايز يجيب لها هدية؟ لا اكيد مش هجيب لها هدية، يعني انا جاي اكلك هجيب لك هدية؟ اصل معلش انا اسفة عشان هاكلك، خد الهدية دي. ينفع؟ لا طبعا. ايه سربرايز؟ معناها يفاجئ، يفاجئ سواء مفاجأة وحشة أو مفاجأة حلوة، بس المهم إن أنا اتصديت. فاهمة حاجة؟ تمام؟ واضحة؟ تمام. أوكي. قولي يا روان. ثواني. قولي يا روان. مش هو يعني ايه clearly clearly ووضوح. clearly
بوضوح. تمام. قولي يا ماري. ميس، هو انت ينفع تروح حته تاني؟ تاني؟ حاضر. انت سمعت لحد فين؟ اللي خرجك سمعت لحد فين يا مريم؟ سمعت لحد فين؟ يا الله. طب بصي يا مريم، قلنا النوكتورنال انيمال يعني حيوانات ليلية، حيوانات انيمالز كم اكتف ات نايت. طب ليه اكتف ات نايت؟ عشان 3 حاجات، يا اما لو هو في هوت ويذر، هوت بليسز، مكان حر قوي، فبيست تايم احسن وقت ان هو يدور بالليل. ليه؟ وين ات كولر، عشان اسقع. تاني حاجه، شباب احفظوا معايا، some animals hunt food، بعض الحيوانات بتصطاد اكلها that only available at night، اكلها بس متاح بالليل. تمام، يعني الاكل اللي بياكله ده موجود بالليل بس، يعني الحيوان ده ما بيلاقوش الصبح، بيلاقيه بالليل. تمام. تاني تالت سبب، ان some animals depend on darkness، بعض الحيوانات بتعتمد على الضلمة عشان تستخبى عشان ما يشوفوش. واضحة يا مريومة؟ نزلي ايدك لو واضحة. تمام. واضحة؟ هي واضحة، بس عشان كنت رحت دايس على الشات بالغلط. تمام، اوكي. متاح يعني available. تمام. طيب how can nocturnal animal hunt without much available light؟ ازاي هو بي 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 يعني ايه بيصطاد من غير ضوء قوي؟ علشان عنده ايه؟ نركز هنا، عنده ايه؟ super sensory adaptation. عنده adaptation، ربنا خلقه حاجات ربنا خلقها له فوق الطبيعي. سوبر، عارف سوبر مان؟ سوبر سنسوري ادابتيشن. يبقى بيقول لك نوع من الادابتيشن موجود فين؟ في النوكتورنال انيمال. نوع الادابتيشن ده بيعمل له ايه؟ ركز معايا، مش هعيدها تاني. سوبر سنسوري ادابتيشن ده نوع من الادابتيشن بتاع مين؟ سوبر سنسوري ادابتيشن ده موجود للنوكتورنال انيمال. بيعمل ايه؟ allow them، اكتب يعني allow يسمح. الكلمات دي لو ما لقيتهاش اتكتبت لي النهارده على الشات والاقيها متصوره من كتابك انت حر. 4 كلمات، ها لحد دلوقتي. depend on، يعتمد على. تاني، اربع حاجات لحد دلوقتي كاتبينهم. لو احنا ما لو ما لقيتهمش مكتوبين على الشات عندي انتوا حرين، هبلغ ولي الامر. اول كلمه depend on، يعتمد على. look for، يبحث عن. night يعني بالليل. allow يسمح. navigate يتنقل. يعني ايه يتنقل؟ يمشي من هنا لهنا. وليه يا مريم؟ وليه يا مريم؟ ميس، هو فين ذا باند اون؟ depend on يعتمد على، اهو depend on يعتمد على. look for، يبحث عن. surprise، يفاجئهم. available، متاح. night، بالليل. نافيجيت، يتنقل. اللاو، يسمح. مين النت عنده عمال يخرجه ده؟ بس يا رب. ماشي، طيب خلاص تمام. هكمل، عد لحد 5. 1 2 ثلاثة أربعة خمسة. قولي يا عمر. قولي يا عمر. ميس، ممكن تنزلي الكلمات دي على الجروب؟ سيفلي يعني بأمان يا جنى. لا أنا عايزاك تكتبها دلوقتي، نزلها على جروب. أنا قلت تكتبها صح؟ ليه انا بكتب؟ انا لحد لو نزل الكلمات ما بقولكش تحفظوها عدل.
اكتب بإيدك وهتحفظ وتتسمع بإيدك عشان تركز أكتر. خلاص، وكده كده الريكورد هينزل، فلما الريكورد ينزل وعلى طول ايه، ها، تسمع تاني وتترجم تاني لو في كلمة فاتتك عشان تبعتهولي. خلاص. طيب، يبقى السوبر سنسوري ادابتيشن ده في النوكترنال انيمال اللاوزن بيسمح لهم ايه، نافيجيت. قلنا نافيجيت يعني ايه، يتنقل. يتنقل بسهولة فين؟ في الدارك، في الضلمة. دارك يعني ضلمة، تمام. فايند فود. يبقى سوبر سنسوري ادابتيشن ده ادابتيشن للنوكتورنال انيمال اللي بيسمح لهم يتنقلوا بطريقه امان في الضلمه، تمام. يبقى سوبر سنسوري ادابتيشن، ادابتيشن اوف نوكتورنال انيمال allows them to navigate safely and find food in the dark. ركز عشان دي تيجي في الساينتفك تيرم. اهي هجيب لكم السؤال، لحظه واحده. لا مش هنا، ثواني اوقف كومبليت، لحظة واحدة اقول لكم. المهم انها جت، مش فاكرة، مش فاكرة، بس انا حليتها مع حد يعني، كنت بحلها معاهم. طيب اوكي، وجت في الجبريزون بيقول لي ليه، ليه ده بيعمل كده؟ عشان عنده، ها، اكسترا اوردينري ايه، سوري، سوبر سنسوري ادابتيشن. خلاص. طيب اوكي تمام، لحظة واحدة امسح لكم كل ده عشان ايه، محدش يتوه مني. شكرا، شكرا يا محترم. تمام يا عمو، ماشي، يلا بينا. طيب هناخد مين؟ هناخد حيوانين دلوقتي. مين هما؟ الاول والايه والبات. اسأل، اسال. طيب اسال. اوكي، يا مين بقى يا ترى؟ عليا. فكريني يا عليا. نعم. فكريني كده، البروبرتي اللي كان بيستخدمها الدولفين كان اسمها ايه؟ إيكو ايكو بس؟ will produce sound waves. ما... لا هو ايه اسمها، ايكو ايه؟ إيكو waves. لا ايكو لو، إيكو location. برافو، ايكو لوكيشن، برافو. تمام يا رتال، نعم يا مين. الدولفين بروديوس ايه في الايكولوكيشن؟ البروديوس، اه بيطلع ايه؟ لا ساوند، برافو، ساوند ايه؟ ويف. ساوند ايه؟ ويف. برافو يا ويل. علي، ماشي، برافو يا رتال، حلو قوي. طب يا معاذ، معاذ raise your hand. تمام. طيب sound wave when it hit يعني ايه، a surface، تخبط في surface ترجع، اسمها ايه، بونس ترجع تاني. ايوه قول كده، بونس باك bounce بونس back، باك bounce back، بونس باك. برافو، او كلمة bounce off، برافو، excellent يا معاذ. طب يا جانا، بترجع على هيئة ايه يا جانا طارق؟ ايكو ايكو، برافو، ايش الشطارة دي؟ لا 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 لا، مجموعة عجباني، برافو 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 يا شباب، برافو، حلو قوي. تمام، تعالوا بقى، مين بيعمل زيه بالظبط؟ الدولفين بيعملها في البحر. مين بيعملها؟ مين النوكتورنال انيمال؟ مين الحيوان الليلي اللي بيعملها؟ البات. البات اللي هو الخفاش. الخفاش بيعمل ايه؟ ها، depend on. يعني ايه depend on يا برهان؟
يعني ايه دبن دنيا برهان؟ يعتمد على يا مين؟ ولا يا ولا يا يعتمد ولا، على برافو. يبقى بات ديبند اون ايكولوكيشن، هتعتمد على الايكولوكيشن. ليه؟ البات مش بيشوف اصلا، فبيطلع بالليل يعتمد على الايكولوكيشن. يبقى مين النوكتشورال انيمال لحد دلوقتي اللي خدناه؟ مين اللي عنده السوبر سنسوري ادابتيشن لحد دلوقتي؟ البات. ليه؟ عشان هو بيديبند اون الايكولوكيشن. تمام. طيب قول يا روان. ميس، انا عندي في الكتاب really on، هي نفس المعنى؟ rely on، برافو، rely on equal depend on. اكتبوها يا شباب. عشان انا فكرتها معنى تاني. لا يا قلبي. تمام. يبقى path depend on echolocation to find a their food. يبقى rely on equal depend on اللي هي يعتمد على. طيب ايه البروبوز بتاعه؟ اكتبوها عندكم. هدف، هدفه، او بدل البروبوز ممكن يقول لك ريزون، ايه السبب ان هو بيعمل كده؟ حلو. تمام. الناس اللي عندهم الكتاب القديم هيلاقي نفسه في حاجات كتير اتشالت، فيركز معايا في الكتاب الجديد. تمام. اللينك هيقفل يا شباب، هتخش على نفس اللينك تاني. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-1957. تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا كومنت لو الفيديو عجبكم، وهحط لكم كل حاجه باذن الله على جروب الواتساب الخاص بالماس والساينس والاي سي تي، فابعتوا لي على الواتساب عشان ادخلكم الجروبات دي. شكرا جدا. خش على نفس اللينك يا شباب. باي باي.